سجاد، شنو تستخلص بجملة أو جملتين حياة الزوجية عندك؟ والله استقرار. زين. يعني الشاب يكون بحياة جديدة، صح بالبداية تكون شوية صعبة بها صعوبات، بس مع الوقت يعني يكون استقرار وكمرحلة جديدة حلوة. حلو. زين، ايش قد تحس نسبة العامل المادي مؤثر بالحياة الزوجية؟ يعني ما أعتقد أكو فرق، يعني نفس الشيء. يعني إلى أهمية العامل المادي إلى أهمية بالحياة الزوجية؟ طبعاً طبعاً، يعني إنه لازم يكون الشاب المقبل على الزواج لازم عنده وظيفة أو عمل حتى يقدر يلبي طلبات الزواج. طلباته هو وحياته هو وطلبات شركة حياته بالتالي. زين، أنت مع أم ضد المرأة العاملة؟ طبعاً مع. وأنت سجاد؟ طبعا هي اصلا يعني محاضره وهسه ثبتت، يعني ما شاء الله مبروك حبيبتي، الله يبارك فيك، كل الخير يا قلبي، تسلمين. بما انه انتم عائله كيوت موظفه، انا كلش احب العوائل اللي تستثمر وجودها بالعائله نفسها. يعني كيف؟ يعني مثلا اذا سجاد كان موظف وانت ربت بيت، انت لا اراديا تستنزفين الطاقه اللي راح تكون عند سجاد وهو جاي تعبان، فمن انت تكونين مشتركه معاه بالحياه الزوجيه المنزليه والعمليه، احس يصير اكو توازن جديد بالحياه الزوجيه. صحيح. احكي لنا شويه. هم يعني بالنسبه اذا انا موظفه هم يصير مشاركه بيناتنا، كم يعني مسؤوليه البيت الاطفال، يعني مو بس على عاتقه، يعني اي فنشارك. مو بس هذا، تشاركون حتى الطاقه بدل ما انت تكونين متفرغه حتى تنقين، يعني عفوا بس كنساء كلنا احنا وجودنا بالبيت، احنا النساء اذا ما نطلع ودائما بالبيت وعندنا المسؤوليه تصير علينا نتكئب طبعا، والاطفال مسؤوليه البيت والزوج يريد، فصير ضغط، فهو من يجي تعبان طبعا ضل تنق عليه. مو صحيح انه انا مثلا مدى اطلع مدى اتونس مدى اروح ما، فمن هي تكون موظفه او عندها مشروع من داخل البيت، مو شرط الا هي تكون خارج البيت، لان عندنا عراقيين الله يستر عليهم يغارون على المراه اذا طلعت باب البيت. صح. صحيح. فشنو تسوي المراه هنا؟ تفتح مشروع من داخل البيت وتسترزق منه، وهم تكون ملتهيه ومبتعده من المشاكل، وبنفس الوقت هي منجزه وعندها مورد مالي كمتنفس للمراه. يعني المراه يعني يحكم اكثر شيء البيت، خصوصا بالعراق عادات والتقاليد ان المراه تتقيد بالبيت. صح. فالمتنفس لها كوظيفه بعيدا عن الجانب المادي، يعني الوظيفه اعتبرها متنفس للمراه. صح. زين، شنو رأيكم بالأصدقاء وشنو موقعكم أنتم كعائلة بالأصدقاء؟ تطلعون مع أصدقاء مشتركين ولا سجاد يطلع مع أصدقائه ودلال تطلع مع أصدقائه صديقاتها؟ لا إحنا كأصدقاء يعني ما عندنا ترابط بيناتنا، بس أنا يعني عنده. أنتم أصلاً أصدقاء. حلو، أوكي، حبيت، كلش حبيت، الله يستر. هو يعني هو صارت طريقة التعارف عن طريق إنه أخوها صديقي. يا عيني ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب. صارت يعني القسمة عن طريق. حلو. هذا أصدقائك أخوها لو عندك بعد أصدقاء؟ عنده هواي أصدقاء. ما أخذ مساحتك إنه أنت تقدر تطلع بأي وقت مع أصدقائك؟ عندي أنا يعني جميع المحافظات عندي أصدقاء. ما شاء الله. حلو. ها شنو؟ يعني لأن حكم كنت يعني كلية وهذا، فتعرفت على هواي ناس. حلو، فهمت. فكان عندك أو صار عندك خليط من الأصدقاء بمختلف المحافظات، وأنت هم تطلعين صديقات، وشلون ما يقبل سجاد؟ يعني مو دائما. ها حلو. أي طبعا احنا مو دائما ارتاح وياه بالطلعة، يعني بصراحة والله يعني صديقاتي صح حلوة، طلعت الصديقات نتجمع وأثناء الدوام هم نسوي يعني طلعات. يعني تشوفيهم بالدوام؟ أكيد، هو يعني قلت لك الدوام هم يعني متنفس لنا نتجمع كصديقات، بس الأكثر أحب أطلع وياه. الله يسعدكم يا رب ويوفقكم إن شاء الله. نسألكم سؤال؟ يعني شوفوا، السؤال حلقتنا لهذا اليوم شويه رياضي، يعني يحتاج تركزون وتحسبون وتكونون جاهزين. يمه يمك محاسب رياضي؟ لا خلاص، اذا محاسب تعال يمي، اذا تسمحي لنا دلال حتى اريد شيء، اذانك يمي راسا تنطينا بالحاسبه. اوكي ماشي. هو بعد سجاد قال اني محاسب، يعني معناها اني راح اقول السؤال سجاد يعطيني جواب. ان شاء الله. اكو رقمين اذا جمعناها يكون الناتج 17. رقمين؟ اي اذا جمعناها يكون الناتج 17، واذا تم ضربها يكون الناتج 16. رقمين اذا جمعناهم 17، واذا ضربنا هذول الرقمين هم يكون الناتج
إذا ضربناها يكون الناتج 16. عندك سؤال؟ إذا ضربناهن يكون 16؟ بالضبط، أكو رقمين إذا جمعناهن 17. ال 16 نفسها. أوكي نجمعها. إذا نجمعها ويا الواحد. زين. راح يصير 17، وإذا نجمعها. وإذا نضربها. نضربها في واحد يظل 16 نفسها. هاي شنو هاي؟ والله شاطر. هاي شنو هاي؟ أنا يعني أنا وحمزة اليوم تعاركنا على الإعداد، يقول لي إعدادك صعب وما يصير تحطين أسئلة رياضية، وهيجي أنت تطلع شاطر. الله يعوضك. ها إنيالك عيني حبيبتي.